ازاي تساعد المدخن او المدخنة على الاقلاع؟ شجعهم انهم يحددوا تاريخ للاقلاع في خلال اسبوعين. انصحهم انهم لازم يقولوا للاهل والصحاب عشان يقدروا يقدموا لهم الدعم الكافي والتشجيع، ويشرحوا لهم ان الفترة الاولى هتبقى صعبة بسبب اعراض الانسحاب. قول للمدخن او المدخنة انهم لازم يتخلصوا من كل منتجات التبغ، الطفايات والولاعات واي حاجة تانية ليها علاقة بالتدخين، خاصة في غرفة النوم وغرفة المعيشة والشغل كمان. انصحهم انهم يستبدلوا المشروبات المرتبطه بالتدخين بمشروبات صحيه اكتر، واهمها شرب الميه بكميات كبيره. فهمهم ان الافضل البعد عن التجمعات اللي فيها مدخنين، وعلى قد ما يقدروا ما يطولوش في القعده معاهم، وانهم من حقهم يطلبوا منهم التدخين في المكان المخصص، وانهم ما يتكسفوش يقولوا لا ويرفضوا السيجاره لان دي صحتهم وحقهم وقرارهم. قول لهم ان في تحديات متوقعه وازاي يقدروا يتعاملوا معاها. في حالات مع كل الخطوات السابقه بتحتاج متخصص، لان بيبقى في صعوبه ومشاكل وعقبات ما بيقدرش يتغلب عليها لوحده، وواجب ان ننصحه باللجوء لمتخصص، سواء بالاتصال بالخط الساخن 16805 او الاحتياج لزياره طبيب نفسي.